طيب دكتور، في حديثنا عن المعلمين وعن التعليم، هل الجامعات اليوم هي المصدر الوحيد للمعلومات للعلم للشباب، ولا هنالك مصادر أخرى لتحصيل العلم؟ لا، في مصادر كثيرة، بس نعم. هناك تعريف لاذع للجامعة في دول نامية. نعم. هي مدرسة يدخلها الطالب جاهلا متواضعا، يخرج منها جاهلا متكبرا. بس أضفنا إلى الجهل الكبر. نعم. لأنه إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. أخطر شيء نصف العلم. الجامعات اليوم هي حقيقة نصف العالم، دعني من الجامعات. نعم. نصف العالم لا هو عالم فيفيد من علمه، ولا هو جاهل فيقبل أن يتعلم. أخطر شيء نصف العالم. نعم. معه شهادة، الشهادة أعطته كبر، ما يقبل أن يتعلم. لذلك تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. صافي كبر. فنحن إذا اعتنينا بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، نعم، والجامعي، يعني عفوا، صار في الآن بالجامعات المتقدمة مواد توجيهية. بأي فرع بالجامعة في مواد تربوية أخلاقية. في جامعاتنا في سوريا في مادة لغة عربية، بأي فرع، طب، هندسة، فلك، جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، لغتنا هذه. أضيف لهذه المادة اللغة العربية مادة توجيهية قيمية أخلاقية. هذا الإنسان الطبيب بده مبادئ الأخلاق، جميل، مبادئ العلم، مبادئ الدين. فنحن حينما نعتني بالمناهج قطعنا خطوات كبيرة جدا، حتى لا يكون علم يعني دنيوي بحت. نعم. فقط. نعم. هذه القضية. طيب.